يعني انت كنت باعتبارك واحد من كبار ملحنيننا وبيملك القدره على انه يوصل الحانه عبر اشهر الاصوات الغنائيه اللي موجوده كلها. ايوه. هل في وسط كل الامكانيات دي احسست برضه بملل وتكرار؟ هو ايه، يمكن الازمه واخده شكلين. الشكل الاول ان عدم رضا الفنان نفسه عن الانتاج اللي بيقدمه. الثانيه ان الناس اللي الواحد بيتعامل معهم، فنانين الواحد بيتعامل معهم، ما بقاش بيجد اللذة في التعامل معهم. كلهم يعني ما تقدرش تقول كلهم، انما لما تحس ان جو عام ما بقاش محبب الى نفسك. يعني تستخسر انك انت تتعب وتعمل تبذل جهد في سبيل لا شيء. يعني صحيح ان الواحد في النهايه لما بيلاقي عمل ليه ناجح بيبقى مبسوط وسعيد بيه، وبيحس الناس لما تبقى فرحانه هو كمان بيبقى فرحان، لكن ايضا بتبقى في داخل نفس الانسان لحظات من الغيظ بينسى فيها سعاده الناس وسعادته والحاجات دي كلها. يعني بيقول لك العين دي يلا زي بعضه بقى. استاذ محمد الموجي، ممكن انك انت تلزق من التلحين وتعتزل الفن يا استاذ موجي وتتحول الى تاجر؟ مش ممكن، اصل التلحين والموسيقى دي في دم الانسان، ما يقدرش ابدا يتاح عنها اطلاقا. الكاتب الصحفي الاستاذ احمد رجب. كمال الطويل مش مخطئ في حق نفسه ومخطئ في حق الملايين اللي بتحبه وتحب الحان وتحب تستمع له، لان كمال الطويل قدرة خرافية. انا مش فاهم هو عازف ليه عن التلحين. انا شفت كمال الطويل بيلحن والله زمان يا سلاحي في ليلة غارة وعلى ضوء شمعة، ولحنها كلها من اولها لاخرها في ربع ساعة. كمال الطويل مشكلته في رأيي انه اصبح مش منفعل، وانا رأيي ان المشكلة الوحيدة انه مش منفعل فعلا، لان انا شفته كان درجة حرارته 40، لحن حكاية شعبه كان راقد في السرير واكتر من 40 كمان، كان درجة حرارته فظيعة، لحنها في ليلة واحدة لان عبد الحليم كان لازم يغنيها في اسوان. كمال الطويل قدرة، خسارة حقيقي، خسارة. كمال الطويل دماغه مليانة أرصدة لحنية وأنغام مليانة من جوه دماغه، لكن فاضية من بره لأنه أصلع. الفنان عبد الحليم حافظ. أستاذ كمال الطويل من فترة للأسف بطل التلحين، وأنا طبعا يعني زي ما قلت لك أنه أنا حزين، لأنه كمال الطويل بشوف بصماته على موسيقانا الموجودة حاليا واللي من ساعة ما لحن. بس أنا أزعجني أولا كلمة هو قالها، إن هو قرف أو زهق أو يعني من الوسط الفني. كلمة كبيرة إنها تطلع من إنسان زي كمال الطويل، لأنه كمال الطويل اللي عمله الفن. وكمال الطويل رغم انه ما بيلحنش فلازالت كل علاقاته موجودة بالفنانين، لانه اولا بيعمل اغاني وبيديها للاذاعات، فمضطر يتعامل مع هذا الوسط اللي هو قرفان منه. عزيزي عبد الحليم، انا سعيد باهتمامك، وأما بخصوص عتابك على تعليقي على الجو الفني فأنا ما زلت مصمم على أن الجو الفني فقد الحب، وهو أهم عطاء في الفن. وأنا أعلم أن هناك فنانين على صلة بالجو الفني ولكن في حياتهم الخاصة هم أبعد ما يكون عن هذا الجو الفني، وأنت أعلم الناس بذلك. اسمح لي قطعك يا استاذ كمال وانت بتكلم الاستاذ عبد الحليم. كلامك معناه انك انت مقاطع فعلا للجو الفني، يعني تعاملك معاه في حدود انتاج، انما علاقات خاصه لا، ما حدش طلب علاقات خاصه. انما انت يمكن من خلال عتاب الاستاذ عبد الحليم متصور، او هو استشف من كلامك، انك انت هجرت العمل الفني بعدا عن الناس،
مش الجو بس. يعني هو ما اقدرش اقول لك ان في حاجة اسمها جو فني وناس فنيين وبتاع، يعني هو كلها عملية واحدة. يعني في النهاية انت كفنان مفروض علاقتك علاقة اساسية بالفنانين اللي بتتعامل معهم، اللي بياخدوا ويدوك. وانا بقول ان كان من ابرز او اهم صفات التعامل الفني هو الحب والخوف على بعض. يعني تحس الفنانين خايفين على بعض ومهتمين بشغل بعض وبيحبوا بعض. النهاردة انا يعني ولو اني بعيد عن التعامل الفني كملحن، انما انا حاسس ان صفة الحب مش موجودة. وبالتالي انا حاسس يعني من الكلام اللي بسمعه ومن الحاجات اللي بشوفها بحس ان الجو الفني دلوقتي ما بقاش الحقيقة يعني لا يغري بالعمل ولا يبشر بخير. انما تتعامل معه، ما هو يعني تعامل في حدود العلاقات العادية جدا. يعني انت دلوقتي ما تعتبرش نفسك واحد من الناس في الوسط الفني في القاهرة؟ يعني انا فنان في النهاية، يعني ده ملوش دعوة بان اتعامل يعني. يعني هو لا، ما هو انا يعني في داخلي فنان يعني المفروض كده يعني المفروض. لكن مسألة بقى ايه يعني، في الاول كان الواحد شوف لما يكون واحد ايه بيحب شيء وبيحبه باندفاع شديد جدا بيبقى معمي عن كل الحاجات العيوب الخفيفة. فلما هذا الحب يتضاءل بتتكشف لك اشياء كثيرة جدا جدا جدا، وبعدين هذه الاشياء بتخليك الصلات بتاعتك بهذا الحب تبقى واهية وتفضل بقى تقل تقل. يعني انت لا ترى للعيوب دلوقتي؟ الحقيقة هي مش عيوب، يعني هو ايه، انا صعبان عليا ان ايه ان الجو الفني الحلو ما يبقاش حلو.